صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل في قوله تعالى ونحن أقرب إليه، قال بعض المفسرين أي بعلمنا، فهل هذا تأويل؟ لا، هذا صحيح. فالله جل وعلا مع خلقه بعلمه، ما بذاته، ليس مختلطا بخلقه، ليس هو مع الحاضرين مع الميت في المكان، وإنما هو فوق عرشه وفوق سمواته، لكن معهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى لا بذاته. فهذا قول صحيح، نحن أقرب، ونحن بعلمنا أقرب إليه منكم، وأيضا بملائكتنا الذين هم ملائكة الموت. نعم.